في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي المؤرخون أنه كان في غزوة من الغزوات، بعد انتهاء الغزوة خاطب أصحابه وقال: من يأتيني بخبر من سعد؟ سعد أحد الصحابة، سعد بن الربيع. قام رجل وقال: أنا آتيك بخبره. النبي صلى الله عليه وآله قال: لقد رأيته في النقطة الفلانية. 12 واحد كانوا محيطين به بسيوفهم ورماحهم، وهو كان يدافع دفاعا مستميتا عن نفسه. اذهب إلى تلك النقطة وأتني بخبره. ذهب الرجل إلى تلك النقطة فرأى سعدا وبه رمق من الحياة، يعني في اللحظات الأخيرة من حياته. هذه اللحظات من أشد اللحظات على الإنسان، لأنه الإنسان في هذه اللحظات، الإنسان إن تلاحظوا إذا خسر ثروته ماذا يصاب؟ إذا والعياذ بالله فقد ابنا من أبنائه كيف تكون حالته؟ في تلك اللحظات الإنسان يفقد كل شيء في لحظة واحدة، يعني كل الثروة، كل الأموال، الأبناء، كل العلائق المادية في لحظة واحدة الإنسان يشوف أنها تنقطع. وبعدين هذا الرجل ما يموت على فراشه، هذا 12 واحد حاصروه وطعنوه وضربوه، نزف الدماء، العطش، ثقل السلاح. لاحظوا هذه الحالة. جاء إلى سعد ورآه بتلك الحالة، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنك. ففتح عينه وقال: أرسول الله حي؟ هذا هو سؤاله، هذا هو همه، لم يسأل عن شيء آخر. شنو وضع زوجتي وأولادي؟ شنو وضع أموالي وعقاراتي؟ ليست هذه تهمه، وصية لأولاده لا تهمه. الذي يهمه: أرسول الله حي؟ هذا هو السؤال. قال: نعم، وهو يسأل عنك. فقال سعد: أبلغ رسول الله عني السلام، وقل للأنصار، يعني جماعة أهل المدينة، لا تنسوا بيعة العقبة. إذا وصلت شوكة إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، أنتم لستم بمعذورين أمام الله. أنقل وصيتي هذه إلى الأنصار. وغمض عينه ومات. جاء هذا الرجل ونقل هذا الموقف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله سعدا، نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا.